بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بأبناء الطلبة الصف الثاني الثانوي بمجمع جيل المستقبل الأهلية برنيا في درس جديد من دروس الأحياء بعنوان تأثير العقاقير. طبعا هذا الدرس يلي درس الجهاز العصبي، معنى ذلك أن العقاقير تؤثر في الجهاز العصبي. أول هدف من الدرس ما معنى كلمة عقاقير. العقاقير هي أما تكون مواد طبيعية أم مواد مصنعة. العقاقير معناها مواد طبيعية أو مصنعة، طبعا بتغير في وظيفة الجسم، بتغير في وظيفة الجسم. أنواع العقاقير يا شباب زي ما شايفين في الجدول هنا، طبعا القهوة والشاي والصودا والشوكولاتة دي كلها منبهات، كلها منبهات، منبهات بتأثر في الجهاز العصبي، فيها مادة القيافين. طبعا في أدوية اللي هي الأنتيبيوتيك أو المضادات الحيوية أو مسكنات الألم، أيضا دي بعض من أنواع العقاقير. وفي عقاقير دون وصفه طبيه مثل الاسبرين او ادويه الرش والبرد اللي هو الذكامية. وايضا من العقاقير او المنبهات التبغ مثل السجائر والسيجار والنرجين. طيب في هذه الصوره بنشوف ايه تاثير العقاقير على الجهاز العصبي. طبعا هنا في حاجة اسمها الناقل العصبي، هنا في حوصلة، وهنا في دوبامين. عندما يتناول الإنسان عقاقير بتؤثر في مستوى الناقل العصبي الذي يسمى الدوبامين، اللي هو الدوبامين اللي هو هذا الدوبامين ده هو اللي بيؤثر في مستوى ناقل عصبي يسمى الدوبامين. ايضا من النواقل العصبيه في الدماغ التي لها علاقه بتنظيم الحركه ووظائف اخرى. وللدوبامين دور فعال في شعور الانسان بالسعاده والراحه. ما معنى كلمه في احيان الانسان بيتناول عقاقير عشان يبقى سعيد او بيشعر بالراحه يعني. فهي بتؤثر الدوبامين ده بيؤثر فيها في دور فعال في شعور الانسان بالسعاده والراحه. طبعا أنواع العقاقير المتداولة التي يسيء استعمالها زي المنبهات، يعني بمعنى أحيانا الطلبة في آخر الفصل أو في الامتحانات يستخدموا بعض المنبهات علشان يطول فترة السهر. طبعا دي بتضر الإنسان. بقى المنبهات التي تزيد اليقظة والنشاط الجسمي تسمى منبهات. ويبين الجدول رقم 5 اللي احنا قلناه ده اللي هو بتبين العقاقير المواد الطبيعيه والمصنعه التي تغير من وظائف الجسم. طيب ايضا النيكوتين. النيكوتين ده موجود فين؟ موجود في السيجار او النرجيله او السجاير. عند تدخينها من كميه الدوبامين التي تطلق الى التشابك العصبي. وتؤدي ماده النيكوتين الى تضييق الاوعيه الدمويه ورفع ضغط الدم، مما يجعل عمل القلب اكثر صعوبه ويسبب تدخين السجائر نحو 90% من اصاب او الاصابه بسرطان الرئه. طبعا التدخين له دور سلبي كبير في اصابه الرئه بالسرطان. ايضا المسكنات. بعض المسكنات التي او نوع من العقاقير تقلل من نشاط الجهاز العصبي المركزي. المسكنات تستطيع هذه المسكنات تخفيض ضغط الدم وتقليل التنفس وإبطاء نبض القلب، كما تزيل القلق مؤقتا، لكنها تسبب الشعور بالنعاس بصورة واضحة. والكحولات أيضا من المسكنات تؤثر في الجهاز العصبي. زي ما انتم شايفين هنا دي كلها أنواع منبهات يا شباب، دي كلها أنواع، في المياه الغازية، في الشوكولاتة، في مشروب الطاقة اللي هم بيستخدموه جماعة الرياضيين، وفي القهوة والشاي. كل هذه منبهات بتسبب أو بتؤثر في الجهاز العصبي. طبعا هنا الشوكولاتة فيها نوع من الكافيين وأيضا القهوة
برضو نوع من التواصل ده وهيك، دي كلها منبهات بتؤثر في الجهاز العصبي. طيب طبعا في حاجه اسمها الادمان. الادمان احيانا الانسان لما بيتناول كثير من المنبهات الجسم بتاعه بيصل ليه حاله انه يدمن المنبه، بالتالي لابد ان يستخدمه باستمرار. معنى ان الانسان لما بيجي له صداع بياخذ مثلا نوع من انواع المنبهات، لو استمر على استخدام هذا المنبه بيحصل جسمه بيحصل له عمليه ادمان، يعني لا يستطيع ان يستغنى عن هذا المنبه، فدي بيسموها الادمان. هو الدوبامين يزيد من منطقه الشبكه العصبيه عن طريق اعاده مستوصف الخليه العصبيه التي تفرز. طبعا هنا الانسان اللي هو مدمن على شيء، طبعا هنا في الصوره هنا في هنا الانسان اللي عنده ادمان لابد ان يروح يستشير الطبيب عشان يتخلص من الادمان. يعني في مصحات الانسان لما بيدمن سجاير او حاجه او منبه معين بيروح المصحه وبالتالي بيعالج الطبيب من الادمان. هذا كل ما يتعلق بدرس العقاقير. مستني استفساراتكم على موقع المدرسة أو موقع المجمع في تلقي استفساراتكم وأسئلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.